بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. المفاجأة الصاعقة للوهابية وللعالم الإسلامي كانت ظهور داعش التي تبرأ منها الجميع، لا يوجد فريق يقول داعش مني، بينما هي تطبق منهجية ابن عبد الوهاب ومنهجية آل الشيخ ومنهجية هيئة ما يسمى كبار العلماء بحذافيرها دون زيادة أو نقص. ولذلك كانت هي الفضيحة الكبرى التي جعلت كثيرا من الناس إما يرجع إلى أهل السنة، إذا كان عنده محاكمة عقلية يرجع إلى أهل السنة والجماعة الأشاعرة، ويعلم أن هذه الوهابية هي دمار وأنها فرع من فروع الخوارج لا محالة. ومن ليس عنده محاكمة عقلية سيرجع إلى الوهابية ويتمسك أشد، وربما يتدعشن، أو ربما يترك دين الإسلام بالكلية كما حصل في كثير من الحالات. لماذا يتبرؤون من داعش؟ لأنها فضيحة. ما الذي أفعلته داعش؟ كل ما هو موجود في الدرر السنية تطبقه داعش بحذافيره، كل ما تقرأه في تاريخ ابن غنام وبتاريخ ابن بشر هو صورة مصغرة، يعني داعش صورة مصغرة عن ذلك التطبيق الوهابي لدين الإسلام. بن باز يطالب العوام بعرض الفتاوى، فتاوى أئمة الإسلام المذاهب الأربعة على الكتاب والسنة، العوام تصور النتيجة، داعش لا محالة. عبد الله الغنيمان يطالب بحمل السلاح على الأشاعرة من أجل ردهم إلى الدين الصحيح، دين ابن عبد الوهاب. محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ يجلد من ألف كتابا، ردوا عليه يا أخي، أخطأ وصف، كل شهر 20 جلدة أو كل شهرين 20 جلدة، لا أدري، نشرنا عنه مقطعا سابقا وأتينا بنصه. ما الذي فعل داعش؟ سألوا الناس الذين في مناطق داعش، لم يجاوزوا، لم يعني إيش يعني يخرج من مشكات واحدة، لكن هذه المشكاة يعني الطاقة، هي كناية عن النور، لكن لا يوجد نور هنا يخرج من 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 من, من وكر واحد. استمعوا الآن إلى فتوى لفوزان، هذا عضو هيئة ما يسمى كبار العلماء، استمعوا إليه كيف يحكم بردة إنسان مسلم، تصوروا، ثم أعلق عليه بعد ذلك. من أحدث أثناء الصلاة لكنه استحى أن يخرج من الصلاة خوفا من نظر الناس إليه، يقول هل صحيح أن هذا يخشى عليه من الردة؟ نعم، بعض العلماء يرون أنه يرتد بهذا، لأنه استباح الصلاة بدون وضوء، خشي الناس ولم يخشى الله، لا يجوز له. المرتد شر من الكافر الأصلي، ولذلك يقتل المرتد حدا، لأنه متلاعب بالدين، فقتله من أجل حماية العقيدة وصيانته. من واحد في الصف أحدث، سبقه الحدث، استحى
فتظاهر أنه يصلي، ليس يصلي هنا، لا يستبيح الصلاة بدون وضوء، لا يستبيح المعلوم من الدين بالضرورة، فقط رجال أحدث يعني عيب هكذا عند كثير من الناس، وإن كان هذا لا يعاب عليه، لكن هذا لو شيء فطري يفعله جميع الناس، لكن استحى. في بعض البلاد ربما يعني خاصة إذا كان كبير السن ربما يعيرونه، ربما كذا، أو يضحكون أو شيء من هذا، كل هذا من أفعال الجاهلية. هذا يعني أن يجعل هذا من العيب الذي يعير من الإنسان، هذا من أفعال الجاهلية. نعم هو ليس لائقا وليس سلوكا محترما، ولكن هو خشية كلام الناس، قال يخشى الناس ولا يخشى الله، تمام، استباح المحرم جعله مباحا، قرر على نيته وعلى اعتقاده أنه أباح المحرم فحكم بردته. طبعا هذا المقطع من كلام هذا فوزان. المرتد في مقطع آخر، طب ماذا فعلت داعش؟ تطبق هذا الكلام المستنير في تكفير المسلمين جميعا. أنت تحتفل بالمولد النبوي عليه الصلاة والسلام، ها النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الدين أو لم يكمل الدين؟ بلا شك النبي أكمل الدين عليه الصلاة والسلام. إذا أنت تتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكمل الدين، إذا كافر وبالله التوفيق يقام عليه حد الردة. بهذه الطريقة الساذجة الغبية قتل الناس، ذبح الأبرياء، استبيحت الدماء، دماء المسلمين. هذا حي يرزق، هذا فوزان حي يرزق. يعني هذا أبو فوزان النجدي، أمير من أمراء داعش، لا يوجد اختلاف. تحدثنا مرارا عن منهجية طلب العلم، وعن البداية بعلوم الآلة، وعن دراسة الفقه دراسة مؤصلة، ودراسة أصول الفقه، ودراسة القواعد الفقهية التي هي فيها أشباه ونظائر، التفريق بين المتشابهات، حتى لا يتعجل الإنسان فيحكم بغير علم. طيب ردة مباشرة، خروج من دين الإسلام مباشرة، وهذا المسكين هل قصد الخروج من دين الإسلام؟ أبدا. ما الذي حصل؟ يعني تظاهر أنه يصلي. إذا أنت تخشى الناس ولا تخشى الله سبحانه وتعالى، إذا أنت تحرف أحكام الله، إذا أنت تنكر المعلوم من الدين بالضرورة، إذا أنت خارج عن دين الإسلام، إذا أنت يطبق عليك حد الردة. مسجد يعمل هذا وأصحاب المسجد لهم شوكة لا يستطيعون أن يقيموا عليهم الحدود، يرسلون واحد من الشباب الدواعش بحزام ناسف يفجر المسجد كما فعلوا في سيناء وفي العراق وفي سوريا في مواضع كثيرة. لماذا يفجر؟ حتى هذا يغير المنكر. كيف غير المنكر؟ قال يقاتل الكفار. طيب يا أخي هؤلاء ليسوا كفار، لا هؤلاء مرتدون. لاحظ ماذا يقول لك، المرتد أشد من الكافر الأصلي. المرتد عندهم من؟ إذا خالف ابن عبد الوهاب في ما يسميه نواقض الإسلام، إذا اعتقد بالاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ها على ظاهر الحديث هذا يعد مرتدا عند هذه الفرقة الضالة. من غلف عقله سيبادر بالشتيمة والانتقاص. من أنت حتى تتكلم عن فوزان؟ العاقل يفكر من أين جاء داعش. داعش هذه فضيحة كبرى. داعش من أهم أسباب رجوع الناس إلى أهل السنة والجماعة الأشاعرة أو الخروج من دين الإسلام. فحينما تقرأ كلام العلامة بن عابد رحمه الله ومن الخوارج في زماننا هذا أتباع محمد بن عبد الوهاب، هذا مصداق هذا الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.